مساء الخير، مساء السعادة، مساء البهجة، مساء الفرحة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم منورين بمناسبة المولد النبوي الشريف. الشهر ده شهر جميل علينا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكاياتنا أو حياتنا جميلة. النهاردة هنتكلم عن فن راقي جدا، فن الباليه. هو فن بنعبر بيه عن الفرح، عن الغضب، عن السعادة، حركات إيقاعية على نميذج من الموسيقى الهادية بيمثلوها بناتنا، بيطلعوا بيها بشكل راقي جدا، شكل رائع. كلنا طبعا عارفين ان الباليه بتاع الناس الهاي كلاس قوي، الناس اللي بتحب تسمع ميوزك راقي جدا وبتحب تتفرج على حركات جميلة قوي. فن الباليه هو فن من أيام الفراعنة، كان موجود على الجدران الفرعونية، فشفنا شكل البالارينات وهم لابسين اللبس الجميل بتاع الباليه. النهاردة معانا أكاديمية بالارينا بتقدم لنا النهاردة نماذج جيدة جدا، وهتقدم لنا فقرات حلوة قوي قوي قوي. ونتكلم الأول مع الأستاذة منال محمد. أهلا وسهلا بيكي في فقرتنا النهاردة. أهلا بحضرتك. حضرتك يا استاذه منال مديره الاكاديميه، قولي لنا بقى امتى الاكاديميه بدات واسست ونشات؟ الاكاديميه بقى لها حوالي 4 سنين، من 2016. الاكاديميه مبنيه بوجود حضرتك وجود الاستاذ عادل. بنرحب بيكم في برنامجنا النهارده. قولي لنا الطالب او الطفل لما يجي يلتحق بالاكاديميه في شروط معينه انتوا بتطلبوها؟ هو مبدئيا لازم يكون السن مناسب. من قد ايه؟ يعني من 4 سنين. بدايه الطفل ان هو يلتحق 4 سنين. 4 سنين. لحد كم سنه بقى؟ سن الباليه مفتوح، اي حد ممكن يتدرب باليه. اي حد؟ طب هل في مواصفات صحيه معينه للاعب الباليه؟ طبعا بيتعمل له اختبارات، التيتشر عندنا بتعمل له اختبارات، ولو في اي حاجه تعوقه مش ما ينفعش. يعني مفيش حد يعني ينفع نقول له انت مستأصل من اللعبه دي او ما ينفعش تلعبها؟ ما ينفعش يبقى عنده فلات فوت في رجله، ما ينفعش يبقى عنده مشكله في العمود الفقري بتاعه. يعني غير كده ما فيش مشاكل. ما فيش مشاكل. طيب امتى اقول لبنوتي يلا بقى روحي العبي باليه؟ هو المفروض كل البنات تلعب باليه. ليه؟ الباليه معروف ان هو فن راقي، بيعلم البنات سلوك الاميرات، دايما بيحسوا ان هم مختلفين. دايما اللي بتلعب باليه بتحس ان هي برنسس، يعني احنا دي اسمها اميره. الله. فدايما بيبقى سلوكها هو سلوك الاميرات. طبعا بيعلمها ازاي تعبر عن نفسها، بيديها ثقه في نفسها، دايما بتحس ان هي مختلفه في تصرفاتها بينها وبين صاحبتها. طب هل هو لازم في وقت معين يمارسوا فيه الباليه، مثلا نهارا ليلا؟ ايه الوقت التايم المناسب للبنات اللي يمارسوا فيه باليه؟ الباليه المفروض يتدربوا كل يوم. كل يوم؟ كل يوم. بعدد ساعات معينه؟ هو لازم التدريب كل يوم، بس احنا طبعا عندنا في الاكاديميه بندرب مرتين في الاسبوع. هم لازم يشتغلوا على نفسهم طبعا في البيت، كل يوم. تمام. هل استاذ عادل ليهم اكل معين، يعني مسموح لهم ياكلوا كذا وما ياكلوش كذا، يعني بيتحرموا من الاكل كده زي الناس اللي بتلعب رياضات معينه؟ يعني مش المفروض ان هم ياكلوا زي البنات اللي ما بتلعبش باليه، يعني المفروض ان هم ياخدوا بالهم شويه من اكلهم، من وزنهم، لان الوزن والطول للبنات من الحاجات المهمه جدا في قصه الباليه. الوزن والطول، رشاقه البنت دي مهمه جدا، غير كده مش هتعرف تتحرك كويس. مش هتعرف تتحرك كويس. مسز لينا من روسيا هي اللي بتدرب البنات للباليه. تمام. حضرتك قولي لنا بقى تجربتك ايه في مصر الاول؟ انا جاي في مصر من زمان، في مصر من سنة 95، وجاي هنا كان معايا كونتراكت في المسرح واشتغلت في المسرح، بعدين بدات التدريب البنات من بدري، تشتغل مع بنات، اديهم الفكره، اديهم الحب للباليه. اظن علاقه المدرب باللي بيلعب باليه لازم تكون علاقه وطيده قوي، لازم يكون في حب جامد جدا بينهم. اكيد انت فاهماني جدا الموضوع ده، لازم يكون في ريليشن شيب قويه جدا بين المدرب وما بين اللي بيلعب باليه. ايوه. البنت لما تخش الباليه اول حاجه هي طبعا لازم يبقى بتحب باليه قوي عشان الشغل الباليه قوي، لازم يبقى تدريب جامد ومتواصل. وكل يوم، ومش ساعتين ثلاثه، كل يوم. بس انا ملاحظه ان حضرتك محافظه على وزنك جدا. انت لازم تلعبي معاهم ولا تدريب بس؟ تدريب. طيب بتنصحيهم بقى البنوته اللي بتلعب باليه بتنصحيها بايه اول ما بتبتدي تلعب معاكي؟
اول حاجه اللي احنا بحاول البنات تسمع مزيكا يبقى تمشي مع مزيكا مظبوط. طبعا بيدي حركات البسيطه في الاول طمعين. عشان تتسخن الجسم العضلات وتتعلم من حركات البسيطه، وكل ليفل بتزود الحركات كل شويه الليفل أيوه. بيعلى اكتر فتبتدي أيوه. تمارس معاكي مستوى اعلى. طب امتى اقول ان البنت دي واو في الباليه؟ يعني اول شوف البنت كده اعرف انها نابغه في موضوع الباليه. دي كل حاجه في الشخصيه، في بنات بياخدوا الحركات بسرعه وبيطلعوا بسرعه، وفي محتاجين تدريب جامد. تدريب جامد محتاجه تكثف التدريب. طب استاذه منال امتى اقول للبنوته اللي عندي كفايه كده، يعني كفايه انك تلعبي بانيه باليه؟ لا مفيش كفايه، مفيش وقت، مفيش كفايه، مفيش وقت، مفيش كفايه. الباليه المرونه اللي بيكتسبوها من تعليم الباليه بتفضل معاهم مدى الحياه. الباليه الوحيد المرونه دي ما يعني ما بتضيعش، بتفضل في جسمهم على طول على طول. طب هل في لبس معين مشترط في لعبه الباليه؟ اللبس المناسب للباليه اللي هو ايه؟ زي اوصفي لي اللبس بتاعهم كده، حتى لما نيجي نشوف الفقرات مع بعض دلوقتي نشوف طريقه اللبس بتاعهم لازم يكون عامل ازاي. بيبقوا لابسين اللي هو المايو، لابسين الكلون الدومي. انا عايزه المصطلحات دي بقى، لان انا بصراحه ما معرفوش. يبقى مرفوع، لازم الشعر مرفوع، لازم ما ينفعش قصه بقى ولا الكلام ده. لا 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 خالص، بس شكلهم ليدي صغنطه كده. احنا عايزين نطمن اولياء الامور في اللي بيفتحوا حوض ان ده نورمال او سيف، امن بالنسبه للابن او للبنت. الموضوع ده امن ليهم، لان الموضوع ده دايما اتسال، طب هو بنتي هتلعب باليه، طب مش هيحصل كسر في الحوض؟ ما هو فتحوا حوض جامد جدا. لا فتح التمرين بيبقى بالتمرين واحده واحده طبعا، يعني بالتدريب. فتح الحوض بالوقت بيحتاج وقت عشان خاطر البنت تفتح حوض. طب انا هسالك سؤال بقى استاذه مثلنا، ايه اكتر موقف حصل معاكي ضحكك جدا في التدريب مع البنات؟ اللي هتضحك احنا كل يوم في حاجات بتضحك كذا، بس اللي اكتر حاجه لا دلوقتي مش هتفتكر. مش هتفتكر. طيب هل في حادثه حصلت، حد اصيبه، حد وقع، حد اتخبط؟ لا 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 الحمد لله ما حصلش حاجات زي كده. ولازم يكون الارضيه اللي بيتمرنوا عليها بحاجه معينه ولا على الارض العاديه بتاعتنا؟ لا لا لازم ما تكونش ارض صلبه، لازم ما تكونش ارض ناعمه، لازم أن تكون حاجه يقدروا يتحركوا عليها، لان البوينت عشان ما يبقاش فيه انزلاق. بالظبط. طيب نشوف اول فقره معانا النهارده من البنات الجمال الامامير اللي منورين الاستوديو، فقره اسم راند، نشوفها مع بعض. يلا يلا. شكلهم جميل. كمان هنا تعالوا كده يا بنات عشان الكاميرا تجيبكم، تعالي كده يا اموره. برافو 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 برافو، رائعة جميلة، برافو. تعالي أقول لك بقى
تعالي اقعدي جنبنا هنا عشان عايزه بقى اشوف الجمال بقى والحلاوه دي. اقعدي جنب مس منال. تعالي يا بنتي. عايزه اشوف الحلاوه دي والجمال ده. تعالي. ايه العسل ده؟ ايه الرشاقه الحلوه دي؟ طب انا ينفع اعمل زيكم كده ولا ما ينفعش؟ محتاجه سنين انا عشان اعمل كده. سهل يعني؟ طب كويس. طيب عايزه اسال بقى مس منال، ايه الحاجه الحلوه اللي بيلاقوها في الاكاديميه باليرينا اكتر من اي اكاديميه ثانيه؟ طبعا اي اللي بيميزنا يعني ان احنا عن اي اكاديميه ثانيه. احنا عندنا طبعا الامان، جو الاسري يعني. الحب دايماً اللي انا شايفاه في البلاتو ده جامد جدا. دايما يقولوا ده بيتنا الثاني، يعني دايما ده بيتهم الثاني. يعني هم عندهم مامي في البيت ومامي في الاكاديميه. عسل. اكتر بقى بنوته هنا بتعمل مشاكل بقى، احنا مسميها ترابل ميكر بقى، بتعمل مشاكل. كلهم برنسس. البرنسس ما بيعملوش مشاكل. اه ده بقى جمال اللي بيلعب باليه اهو، شهاده من الاستاذه منال بتقول لنا اللي بيلعب باليه بيبقى واخد سلوك الاميرات، ما بيغلطش، ما بيعملش مشاكل، دايما هادي، دايما ريلاكس، لان اصلا اي رياضه في الدنيا بترفع من روحنا المعنويه جدا، بتخلي اعصابنا دايما عارفين نعمل نتحكم فيها، نبقى فرحانين. بيبقوا فرحانين وهم بيعملوا التمرينات اليوميه بتاعتهم. يو هاف تو تيل مي مسز لانا، ها بيبقوا مبسوطين اثناء التمرين؟ طيب لا مبسوطين. قولي لنا بقى، هل خدوا دورات، خدوا مسابقات، دخلوا اي حاجه؟ عملنا حفله السنه دي. حفله السنه دي كانوا عاملين فيها كام عرض مسرحي؟ عملوا فيها بتاع 9 او 10 عروض. كانت حفلة فيها يعني نشاطات بقى كتير اللي عندنا في الأكاديمية، باليه وجمباز زومبا، كانت نشاطات كتير يعني، كانت حفلة كبيرة كثيرة. حلوة. طب انت يا بنوتة بقى قولي لي كده، تعالي جنبي هنا، تعالي جنبي، مش عارفة صوتك هيطلع بس أنا عايزاكي تبقي واضحة كده قدام الكاميرا. قولي لي بقى بتتمرني من الساعة كام للساعة كام؟ من الساعة 6 للساعة 7. 6 الصبح؟ لا 6 المغرب. المغرب في الأكاديمية. ساعة واحدة بس. تمام. هل في شروط انهم يلتحقوا بالأكاديمية؟ هو بنعمل لهم اختبار في الأول، والتيتشر طبعا ده تخصص التيتشر، ولما بيلتحقوا. بس عموما الباليه أي سن، يعني أنا قلتلك من 4 سنين السن مفتوح. لسن مفتوح. مفيش شرط معين للبنت معينة. هي لو ما كانش عندها مشكلة معينة في جسمها فمفيش أي مشكلة إن هي تتدرب يعني. طيب احنا بنشكر البنات الجمال اللي معانا النهاردة في البلاتو في الاستديو، علشان يلحقوا يعملوا لنا فقرة كمان وفاصل ونرجع لبعض تاني، استنونا. يلا يا بنوتة. ورجعنا لكم بعد الفاصل. فقرتنا النهارده قد ايه جميله، قد ايه سودها جو من الحب والانسجام والرقي جدا في الفن ده، انا بعتبره فن راقي جدا جدا يا استاذ عادل. وكل بنت بتقرر تاخد انها تتمرن باليه، انا بحس انها خدت قرار مهم قوي في حياتها. ده حقيقي. الاكاديميه بقى قولي نوعيه المدربين اللي بيدربوا البنات جوه الاكاديميه. احنا عندنا تيتشر سفتليانا، عندنا تيتشرات مصريين. احنا عندنا حاجة مهمة جدا ان احنا بنختار التيتشرز اللي بيبقوا بيعلموا البنات، يعني لازم يكونوا خريجين معهد عالي للباليه، عشان تبقى الدراسة قد ما هي عملية فيها جزء كبير اكاديمي. يعني ما ينفعش ان حد يبقى القصة بالنسبة له بس شوية احتراف وبيدرب، يعني لازم يبقى في جزء اكاديمي في الموضوع، على اساس ان البنات يبقى عندهم خبرة الموضوع الأكاديمي مع الموضوع العملي لحد كبير. يعني الطفل أو الطالب هو اللي بيقرر يتدرب مع مين، ولا أنتوا بتختاروا له حد معين؟ يعني هو ممكن هو يتدرب أو حسب المواعيد اللي بتناسبه، اللي يعني عليه. على حسب المواعيد اللي بتناسبه. إحنا عندنا مواعيد في الوقت دوت، هو بيختار الميعاد اللي يناسبه إذا كانت تيتشر موجودة هنا أو هنا يعني. طب ليه اخترت رياضة الباليه بالذات؟ اشمعنى الرياضة دي؟ الباليه ده حاجة جامدة جدا. الباليه يمكن الواحد قبل ما يبقى يفتح أكاديمية باليه ما كانش الواحد بيحب الباليه بالشكل دوت. الباليه يمكن الناس ما تعرفش ان الباليه دوت، يمكن الناس فاكرة ان هو
حاجة ظهرت حديثا، بس ده بالعكس خالص. الباليه يمكن ظهر في بداية القرن الخامس الـ15 الميلادي، ظهر في إيطاليا وبعدين اتطور في القرن الـ16 في فرنسا. أنا عارفة إن في ملك عمل الفرح بتاعه كله وراقصات باليه، ده كان أول عرض باليه تم في التوقيت ده في فرنسا، الملك هنري متهيألي. غير كده إن الروس بقى هم اللي اشتغلوا على الموضوع دوت في بداية القرن الـ19 في نصه كده بعد الحرب العالمية الأولى. الروس خدوا الباليه في حتت تاني بتقنيات عالية بحركات مختلفة، حركات جديدة. طب هل احنا داخل الأكاديمية بندربهم على أحدث صيحة في عالم الباليه؟ ده حقيقي. بتجيب بقى الحاجة التكنولوجيا الجديدة اللي لسه نازلة بالتقنيات الجديدة في التدريب، ده كله بيتم بالظبط. التدريبات بيبقوا عاملين طول الوقت أبديت للتمارين والحركات. طيب احنا بنقول للسادة المشاهدين دلوقتي النهاردة أكاديمية يا جماعة بالارينا بتعمل عروض جامدة جدا جدا بجد، ناس فوق الخيال في التدريب وفي المواعيد وفي الانضباط. انا عايزاك تدي بقى العنوان بتاع الاكاديميه وتوصفها كده وصف جميل منك للمشاهدين. احنا عنواننا 32 ألف، برج مول القصر في حلوان جنب اولاد رجب. احنا شغالين طول ايام الاسبوع. ارقام تليفوناتنا مش عارف اقولها ولا هي موجوده على الشاشه؟ تمام، الارقام موجوده على الشاشه للتواصل والعنوان كمان موجود. اي حد يحب يلتحق بالاكاديميه بتفتح بابها لكل الناس، واكيد اكيد هم هيبقوا مبسوطين قوي وهم موجودين معاكم طبعا. نشوف الفقره الثانيه بقى للبنات الحلوه. يلا خلي بالك، انا نفسي اقف انا الوقفه دي يا بنات.
الله بجد الروعه دي. تعالي 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 تعالوا جنبي هنا حلوين انتوا يا امارات. تعالوا كده حواليا عشان احس ان الحياه حلوه. تعالوا كده معايا. بجد بجد لعبه الباليه خلتني وانا بتفرج عليهم احب الحياه. انا حسيت ان انا مبتهجه وفرحانه وسعيده ومبسوطه. انتوا بترقصوا مبسوطين قوي كده ليه؟ بتضحكوا كده طول الوقت وفرحانين ليه؟ انتي بتلعبي الباليه وانتي فرحانه ليه؟ قولي لي ليه. بيضيف لك ايه في الحياه؟ يخليني بحس ان الحياه حلوه بالنسبه لي. الله على الجمال يا جماعه، والله العظيم قمر قلت لك انا بحب الحياه، حاسه ان الحياه حلوه بالنسبه لي. كام واحد مصري محتاج يحس ان الحياه حلوه؟ يبقى انت لازم تلعب باليه وانا كمان لازم العب باليه عشان احس ان الحياه جميله. وقمر شبه حبايبي الامارات دول، تنورتوني وانا مبسوطه قوي بيكم. بس قولوا لي ايه اللبس ده؟ ده البوانت اللي احنا بنقف عليها، ودي سكيرت. دي اسمها سكيرت، عايزه اعرضها كده للشاشه. سكيرت، شفتوا السكيرت يا جماعه حلوه ازاي؟ وايه اللي انت لابساه في رجلك ده بقى؟ دي البونت اللي بنقف عليها، في بونت بنقف عليه ودومين. في دومين وفي بونت. دومين وبونت. الكلام ده كلام مصري ولا كلام ايه؟ كله اسامي حركات وكله الحاجات في الباليه بالفرنساوي. بالفرنساوي اه. يعني انت عارفه ان الكلام ده مش مصري، فرنساوي. طبعا. والكحكه اللي انت عاملاها دي بقى اسمها دونت. وانت بتحبي تعملي كحكه دي على طول؟ ما ينفعش تعملي اي حاجه ثانيه. بروح الباليه لازم ابقى عامله دول. وبعد الباليه بقى؟ يعني بروح الباليه البيت افك شعري براحتي بقى وخلاص كده انطلاقه. ميرسي ليكم يا بنات، بشكركم جدا، ونشوف الفقره اللي بعدها. استنونا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل تاني. النهاردة فقرتنا عن أكاديمية بالارينا. النهاردة بنتكلم عن فن الباليه، وكلمنا عن تاريخ الباليه، قد إيه الفن ده فن راقي، فن فيه عمق وفيه فن وفيه إبداع وفيه إحساس. أهم حاجة في الفن إن هو يبقى جواه إحساس. مسز لينا، عايز أسألك الفقرة الجميلة اللي احنا شفناها النهاردة دي اسمها إيه؟ أدارجو. أدارجو. بيقعدوا قد إيه يتمرنوا عليها الفقرة زي دي؟ بالذات اللي فاكره دي هم بيعلموا على الشهرين. شهرين. شهرين بالظبط يقعدوا يتمرنوا لحد ما يوصلوا. أيوة. للرقصه دي. طب هل الرقصه دي ممكن ينافسوا فيها حد؟ يبقى في مسابقات عنها، مين ياخد افضل ممكن. رقصه موجود المسابقات دي في مصر؟ موجوده طبعا. طب امتى اقول ان البنت دي بقت بروفيشنال في الرقصه بقى خلاص، وانا هاهلها تطلع مسابقات وبطولات؟ بعد تايم قد ايه؟ كل حاجه مظبوط. لا برضه مش بالتايم، مش بالتايم، يعني مش بالوقت. كل واحده بالشخصيه. في واحده ممكن بيدي على طول، بيعمل كل حاجه على طول، والتاني حاجه يعني تاني واحده ممكن تاخد الوقت كتير شويه. بما انك في مصر بقالك فتره، ايه اكتر حاجه عجبتك في مصر بقى النهارده؟ اللي الناس الناس اللي فيها. الناس اللي فيها طيبين قوي. ايوه. وتحسي ان مصر كده بلدك الثانيه وفيها احتواء ليكي. ايوه طبعا. استاذه منال، كلمينا شويه بقى عن الاكاديميه. قولي لنا الاكاديميه فيها قد ايه بنات، العدد بتاعهم بتستوعب قد ايه كل شهر، البنات بيتدربوا فيها مدد قد ايه؟ هو اي نشاط مده التمرين بتبقى عندنا مرتين في الاسبوع، يومين في الاسبوع. مده التمرين ساعه. عندنا يعني اكتر نشاط عليه اقبال هو الباليه. في ايه غير الباليه في الاكاديميه؟ في جمباز، في زومبا اطفال. دي بتساعد برضو البنات ان هي تحافظ على جسمها، بتخرج الطاقه السلبيه اللي عندهم، بتديهم مود حلو. عباره عن يعني حركات رياضيه بطريقه راقصه، يعني على اغاني. احنا عندنا الزومبا دي في الجيم للستات او البنات الكبار. وعلى الاطفال. ما شفتهاش للصغيرين لسه دي. وهل انتوا بتدربوا حد كبير برضو في الاكاديميه؟ ولا مقتصر على سن الاطفال بس؟ يعني هو احنا يعني
الأطفال بالنسبة لي أنا يعني بحب تدريب الأطفال أفضل يعني. بيبقوا كأنهم لسه مولودين فبيتشكلوا على إيديكي، بيبقى أسهل بكتير في تدريبهم. أنا عندي بنات كبرت قدامي، أنا عندي أوريدي فعلا بنات كبرت قدامي يعني. البنات اللي كانت موجودة دلوقتي، أنا عندي بنات جايين مثلا هم في كي جي 2 دلوقتي ما شاء الله برايمري 4، فدول بيكبروا قدامي يعني. تبقي ماما منال بقى طول الوقت. ماما منال بتاعتي طول الوقت. ماما منال الحمد لله. مفيش امهات بتغير منك كده في البيت؟ ولا في اكيد طبعا. نتفرج مع بعض، نعرض على الشاشه مجموعه صور للاكاديميه. ممكن تشرح لنا كده صوره صوره يا مس لانا، الصوره دي في عرض ايه؟ ده في الايام التدريب. ايام التدريب ملهاش تايتل معين، ملهاش اسم معين. هو ده كان فوتو سيشن معمول للبنات. دي كان الحفله الاخيره للحفله السنويه اللي احنا عملنا. اللي داجه اللي لسه شفنا اللي رقصنا فيه. دي نفس الرقصه اللي احنا اتفرجنا عليها. ايوه دي صور قديمه. دي صور قديمه. طب هل انتوا عندكم عرض بيبقى فكره بقصه بحكايه بروايه زي اللي احنا بنتفرج عليها في الاوبرا؟ في الجزء ده هم السنه دي البنات اشتغلوا على قصه ان هم دي فتحه الحوض اهي، شايفينها يا بنات عاملينها ازاي ما شاء الله. السنه دي البنات اشتغلوا على قصه ان هم بيحاولوا هم يكونوا حركات بنفسهم، يختاروا موسيقى هم يشتغلوا عليها. بفكرة قصة بالظبط يعني. الموسيقى دي هم يحاولوا يحطوا عليها حركات وكده يعني. قد ايه اللبس بتاعهم الوانه اصلا؟ الكالرز بتاعتهم مبهجة قوي، فيها جميل تنوع جدا جميل. لبس الباليه. مين بيختار لهم الالوان دي بقى؟ بيبقى تعاون ما بيننا، ما بين الاداره وما بين التيتشر. التيتشرز هم اللي بيختاروا مع الاداره الالوان. بنختار وبنعرض برضو على اللي بتعمل لهم اللبس، الاستاذ اللي بتعمل لهم اللبس. اللبس ده بيتعمل لهم مخصوص يا مدام؟ طبعا بيتعمل لهم مخصوص. مش بنشتريه من مكان معين عشان يلبسوه. لازم نعمل بالظبط مع البنت كل واحده بنت. انا كأم يهمني قوي ان انا لما اجي اقدم لبنتي او لابني في الاكاديميه يكون فيها عامل الامان. يهمني جدا اعرف بتامني الاكاديميه عندك ازاي. هو احنا اصلا عندنا يعني الامان ده عالي جدا في الاكاديميه يعني. احنا عندنا المامز ممكن يسيبوا بناتهم التمرين ويرجعوا ياخدوهم، لكن دايما بيقولوا لي احنا ما نقدرش سكيورتي عالي يعني. لو عندها مشوار او حاجه ممكن وكاميرات مراقبه في كل مكان والدنيا سيفتي جدا. كله بيبقى مطمن على اولاده. اهم حاجه ان انت تحطي ابنك او بنتك في مكان يبقى مطمن عليه ان هو يرجع لي بخير وبيرجع لي في امان. طيب انا عايزه اسالك بقى سؤال كأم بقى، هل الام بتبعت بنتها او ابنها باكل معين وهو رايح الاكاديميه؟ فطور مثلا، دايت، فاكهه معينه؟ هو عموما يعني مش البالي بس، هو المفروض ان احنا اكلنا يبقى صحي يعني. ومن واحنا صغيرين لازم اكلنا يبقى صحي يعني. انا كأم لازم اعود بنتي من الاول ان هي تاكل اكل صحي. ده كده هتكبر على كده يعني، هتكبر ان هي بتحب الاكل الصحي، محافظه على جسمها، محافظه على وزنها. بس الاكاديميه بتقدم ايه تاني للبنات؟ نشاطات يعني؟ نشاطات تانية ايه؟ احنا عندنا زي ما قلت لك جمباز، غير الباليه عندنا جمباز فني وايروبكس، عندنا زومبا. ان شاء الله يعني في العاب قتاليه مثلا زي كاراتيه، تايكوندو، الحاجات دي. لا يمكن خلال الفتره الجايه بقى احنا يبقى في نشاطات عندنا جديده ونلتحق بالاكاديميه بعد كده. بالظبط. طيب احنا معانا دلوقتي البنوتات الجمال جهزوا معانا، هيورونا فقره جميله دلوقتي تانيه. يلا يا بنوتات نجهز. انا عايزه اشوف اكبر قدر النهارده من الجمال ده واللوحات الفنيه الرائعه. يلا يا بنات يلا خش. اتفضلوا يا بنات كل واحده مكانها. يلا تعالي انت بس يا صغيره قبل ما تبداي الفكره كده قولي لي عندك كام سنه؟ انت اصغر واحده فيهم النهارده ولا في حد اكبر منك؟ انت عندك كام سنه يا توتا؟ بصي للكاميرا كده وقولي لي عندك كام. وانت يا توتا تعالي، يا توتا تعالي قولي لي عندك كام سنه؟ عندك كم سنة؟ 9؟ يلا نبدأ الفقرة مع بعض.
ناخد وضع استعداد، يلا ونبدا. كل بنت تاخد مكانها، يلا. برافو 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 برافو. تعالوا بقى كده قولوا لي، الله، ايه اللبس الاخضر الجميل ده؟ ايه الحلاوه دي؟ تعالوا كده عشان نتفرج على على الجمال ده. انت عندك كام سنه يا توتا؟ سبع سنين. وانت اسمك ايه؟ ايه ده، قولي لهم اسمك كده. لمار. بقالك قد ايه بتتدربي يا لمار؟ كام سنه؟ تعالي كده عشان تشوفوا الكاميرا، يشوفوا الجمال المشاهدين، يشوفوا الحته الجميله ديت اللي عندنا. بقالك كام سنه؟ سنتين ونص. سنتين ونص بحالهم، مش زهقتي ولا مبسوطة؟ لا مبسوطة. بتتدربي كام ساعة في اليوم بقى قولي لي؟ من الساعة 6 للساعة 7 كل يوم. هم في المعهد ساعة بس، في البيت غير كده بتدربوا كمان زيادة. في البيت هم بتدربوا جدا يا بنات النهارده عشان نشوف اخر فقرة معانا. انا ما بشبعش منكم بس الفقرة جميلة جدا، احنا متواصلين معاكم. يلا اتفضلوا يا بنوتات. مثلنا مثلنا عايزه اعرف منك النهارده بتقعدي قد ايه تدربي كل بنت لوحدها؟ لا انا مش بتدرب كل بنت وحدها، انا الجروب. مفيش برايفت في الباليه خالص؟ لا مفيش برايفت، لا مفيش برايفت، احنا جروب كله في فصل 10 15 بنت، وانا بتدرب كله بنات مع بعض مع بعضيهم. لكن مفيش حد يطلب ان هو يتمرن برايفت ابدا؟ لا في بيطلبوا ان هم يضربوا برايفت، بس احنا يعني ما عندناش. هتبقى صعبه عشان مفيش يعني وقت كافي. احنا كده كده بنهتم بالاطفال جوه الكلاس، والعدد عندنا مش كبير، فالبرايفت دوت علشان تتدرب لوحدها ويبقى يعني الاهتمام بيه. يعني هو في كلاسات فيها 10 11 فده الى حد ما يعتبر برايفت. هم يمكن البنات بس ما عرفوش يرقصوا هنا كويس، لان المكان طبعا المكان احنا عارفين لا المكان ولا الارضيه مهيئه، بس بيحتاجوا مكان. هم مبهجين وجمال جدا ما شاء الله عليهم، الالوان بتاعتهم، الحركات، التاج، حتى التاج اللي هم لابسينه ده فكرتكم برضو ولا؟ لا هو عموما معروف في قلب الباليه. اميره لازم تبقى لابسه التاج بتاعها. قولي لنا الباليه ممكن يضيف ايه لشخصيه البنت كشخصيه بقى؟
اول حاجه الباليه بيدي بيعمل كاركتر قوي قوي، عشان الباليه مش سهله، لازم يبقى قوي نفسي و في كنترول، لازم أيوة واقفه ولازم في كنترول تحكم ولازم والتاني بيدي يعني بيدي حاجات كتير بيدي الباليه بيدي الثقه في نفسها، التزام، الانضباط، كل دوت الباليه بي في عقاب جوه الباليه وهي بتلعب باليه، في عقاب ممكن نعاقب بيه الطفل لو عمل حركه غلط، عمل اتيتيود مش نايس مع زمايله، في عقاب ممكن يتم جوه الباليه؟ يعني ده بيبقى جوه الكلاس التيتشر ممكن تتعامل معاهم، يعني هي بتقدر تسيطر على قصص دي، تلفت النظر لولي الامر يبتدي يتعامل مع الابن. وانا عموما يعني البنات بالنسبه لي يعني بناتي صحابي اصلا بسكوتات ورود ورود كده، انا بحاول اتعامل مع البنت نفسها يعني بتكلم مع البنت نفسها لو في اي مشكله. احنا جاهزين بالفقره اللي بعدها؟ جاهزين؟ لا لسه ما لحقوش. طيب كلمينا بقى على الاكاديميه مكونه من ايه، كام غرفه، اوضه الالعاب، الصاله بتاعتها؟ احنا عندنا في الاكاديميه مكان الرئيسي بتاع التريننج تمام. في مكان في شاشه عرض الامهات بيتفرجوا على اولادهم من خلاله، في ساعه يعني في كيدز اريا، كان عندنا كيدز اريا كده لو حد جاي معاه اولاد ولا حاجه، عندنا برضو مكان في حاجات لو الام عايزه تمارس رياضه، اجهزه رياضيه، حاجه زي كده لو هي عايزه تجيب بنتها وهي تخسوا ولادها يخسوا، تبقى الدنيا جميله، تستفاد بوقت التمرين يعني. طيب حاجه خاصه بيها. طيب هل في ميوزك معين للباليه ولا اي موسيقى ممكن نعمل عليها ابداع؟ ممكن اي موسيقى عجبتنا نعمل عليها رقصه معينه؟ هو البنات او اول حاجه اللي هم انا بيختار المزيكا اللي رقص لباليه، طبعا في مزيكا معينه عشان تعمل التدريب، بس واحده او تاخد التدريب كويس ممكن نعمل اي رقص اي مع اي مزيكا، اي ميوزك ينفع. حد رقص قبل كده على مهرجانات في الباليه؟ اظن مفيش الكلام ده. لا صعب قوي، صعب جدا، ده فن راقي، ما ينفعش نلوث ودننا بالاغاني الصعبه ديت، صح؟ متهيألي احنا جاهزين بالفقرة التالت الأخيرة. يلا يا بنات، يلا عايزة اتفرج على الفن الجميل بتاعكم. يلا 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 اوقفوا بقى، يلا كل بنت تاخد وضع الاستعداد. الوقفة الوقفة الصح بقى فين؟ عايزة اوري المشاهدين الوقفة بقى. مالك انت على الناحية التانية ولا احنا؟ يلا لا كل واحدة تقف مكانها ومش ثواني.
شكرا يا بنات، شكرا يا بنات، وشرفتونا ونورتونا، وانتم ملايكه وفراشات وجميل جدا جدا، ونورتوا الاستوديو. اقفوا بقى حوالينا كده النهارده، عايزه المشاهدين كلهم يكون انتوا عايزين حلقات وحلقات طبعا عشان نتكلم مع كل بنوته جميله منهم. في نهايه الحلقه الجميله ديت بنشكركم جدا، وبنشكر الاستاذه منال محمد مديره اكاديميه باليرينا، وعايزينك تقولي كلمه للساده المشاهدين النهارده عن الاكاديميه وعن الباليه، وتشكريهم كده على اليوم الجميل ده. بشكركم طبعا على الاستضافه، وبشكر طبعا كل شكري بقى الاول للامهات، امهات البنات اللي هم بيهتموا ببناتهم، بيهتموا بالتمرين، ملتزمين بمواعيد التمرين، ملتزمين بكل الكلام اللي احنا بنقوله ليهم، وبيساعدونا في ان احنا نوصل للمستوى ده للبنات. فانا بشكر المامز اول حاجه، بشكر طبعا التيتشر، بشكر مجودة، بشكر عادل زوجي مدير الاكاديميه، وبشكر طبعا البنات، بنات الجميله دي. وبدعو طبعا كل ام تعلم بنتها الفن ده، هيفرق كتير معاكي، هيفرق كتير في شخصيه بنوتك، هيفرق كتير جدا في ثقتها في نفسها، هيعلمها ان هي تبقى عندها انضباط نفسي بمشاعرها، تعرف تعبر عن مشاعرها، هيفرق كتير معاها. وعلى فكره انا اغلب البنات عندي متفوقين دراسيا. بنشكرك جدا استاذه منال، بنشكر استاذ عادل محمد مدير الاكاديميه، بنشكر مسز لينا، بجد نورتونا. واستنونا الساده المشاهدين، استنونا في الحلقه الجايه، وان شاء الله فقرات جميله جدا تعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين.